الصيف الجاي. هون احنا بنشارك معرض نساء الفراغ، وهون احنا بنعبر عن فرحتنا كمان احنا باليوم افتتاح المعرض، بنعبر عن فرحتنا بالافتتاح كمشاركين. وانا كمان شاركت خمس لوحات وعبرت فيهن عن الفرح اللي انت صورتهن من قبل، اللي عبرت فيها على بالاسلوب الانطباعي بالوان فرحه، وان شاء الله لقدام رح يكون في مشاريع كبيره معنا. مرحبا، انا سحر بدرني، فنانه تشكيليه، احدى الفنانات اللي شاركت معرض نسان الفرح، معرض زركشي بسخنين. المعرض بضم 18 فنان، 96 لوحه موجوده بالمعرض. انا حبيت اعبر بلوحتي لربنا أشارك فيها، لأنه ريم بنا الفرح ساخنين بجاليري زركشي بالرويس. المعرض تكون من 96 لوحة اللي هي كونها 18 فنان. الفنانين هن كلهم عرب في ساخنين وبرد ساخنين. طبعا كل فنان بيرسم اسلوبه الخاص، اللوحات فيها عدة اساليب، منها الفن التشريدي ومنها الفن الرسم طبيعة. واحنا هون اليوم عشان نقدم الفن، وانا تقريبا نفسي هون مشاركه بهذا المعرض، وكل اسبوع بنيجي بنحاول نبين شيء جديد، وكل فتره بنعمل معرض جديد. يبدأ رقم واحد في منظر معين
وين بينتهي هذا المنظر المفروض من بعد الانتفاع. وهيك شكلوا سلسلة من الأعمال الفنية اللي كانت اليوم معرضنا هو سلسلة من الأعمال الفنية اللي استطعنا نعرضها للجمهور أمام جمهور الزائرين اللي اليوم شرفنا بحضوره. كان في عندنا أساتذة كبار من وسطين العرب والمغرب، كان في عندنا نقاد فنيين، كان في جمهور أجى لحب الفن وتشجيعه. نتأمل إنه اللوحات هاي تلاقي استحسان عند كل الزوار. المفروض إنه 17 فنان كان حضور جدا كبير مع جمهور كبير من بصر بدون أي كلمات بدون تعقيبات، والأكثر من هيك إنه كان جمهور متميز في الأعمال الفنية ومشارك في حضور افتتاح المعرض. رح يكون مفتوح ليوم 8/5. نتأمل من الجمهور اللي فاتوا الافتتاح إنه يحضر ويشوف المعرض ويلبسوا من الأعمال الفنية. شكرا. زيه اللي كمل فيديو. بس الصوت. أكيد بلا صوت. Ah, I'm going to start.
يضلوا على اللمسة تبعتهم، لأنه كل فنان له لمسة خاصة فيه، ومن خلال هاي اللمسة هو بيقدر يتقدم لمجالات كبيرة بالحياة. شكرا. مرحبا، أنا سحر بديرني، فنانة تشكيلية من عرابي، إحدى الفنانات المشاركة بمعرض اللي هو بعنوان لسان الفرح جالري زركشي. المعرض ناجح جدا، أنا انبسطت كثير بالمشاركة، بشكر أستاذ أمين وأستاذ علي على المشاركة والدعم. اللوحات بتضم 18 فنان، اللي هن 26 لوحة موجود بالمعرض، اللي بتضم كثير من أسلوب مختلف وشخصيات وألوان فرح. تعرفنا كثير على فنانين مشاركين، كمان في غير اللوحات فخار اللي المشارك فيها الوحيد عبد الله كنعان،